بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. في هذا الدرس سوف نتعرف على برنامج قد يغنيك عن يعني عمل فورمات لجهازك عندما تواجه يعني مشاكل على حاسوبك. البرنامج يعني يقوم اولا يعني باصلاح جميع الاخطاء الخاصة بحاسوبك يعني واصلاحها مباشرة كما اشرت، ثم او البحث عن الاخطاء ثم يقوم باصلاحها مباشرة، ويقوم ايضا يعني البرنامج بمثلا انشاء نقطة استعادة النظام يعني على حاسوبك، وفي اي وقت يعني تواجه مشاكل بعد تسطيب مثلا برنامج معين او حدث لك يعني مشكل معين على حاسوبك، فيمكنها مباشرة يعني ان تقوم بإعادة يعني حاسوبك الى النقطة التي قمت بانشائها قبل او الحالة التي كان عليها حاسوبك قبل حدوث تلك المشكلة. ايضا البرنامج به مجموعة من الوظائف احبابي في الله، لهذا سوف اولا يعني تقوم بتحميله عبر الرابط الذي سوف اضع لكم اسفل الفيديو. بعد الدخول الى هذا الموقع تضغط هنا كما سوف تشاهدون، هنا احبابي في الله اضغط هنا وسوف يبدأ التحميل. بعد اكتمال تحميل البرنامج تقوم بتثبيته بالطريقة العادية على حاسوبك. بعد يعني تثبيته مباشرة سوف يعطيك ايقونة بهذا الشكل، تضغط عليه مرتين وسوف يفتح معك البرنامج بهذه الواجهة. فكما سوف تشاهدون في ويلكم هنا يعني يعطيك معلومات حول البرنامج، الاخطاء التي يقوم باصلاحها على حاسوبك الى غير ذلك. لهذا ما يهم هنا يعني تضغط على سيت اب واحد، يعني اولا ينصحك بعمل يعني سكان لحاسوبك عندما مثلا تواجه مشاكل او شيء من هذا القبيل، ويقترح عليك البرنامج المعروف والذي سبق لي وان شرحته مالوير بايت، على اساس البحث عن الفيروسات يعني والملفات التجسس على حاسوبك. لهذا تضغط على الداونلود هنا مباشره على اساس تحميله وعمل فحص كامل لحاسوبك، يعني على اساس التاكد من وجود يعني بعض الفيروسات التي تعرقل يعني نشاط ويعني سرعه او يعني الحاله الجيده لحاسوبك. بعد ذلك بعد عملك اذا كنت تريد هذه الخطوه تضغط على سيت اب 2. سيت اب 2 هنا البرنامج تضغط على جو ات على اساس انه يبحث لك عن الاخطاء على نظام التشغيل الخاص بحاسوبك اذا كنت تريد ذلك. بعد ذلك اذا كنت تريد ايضا سيت اب 3، وهي يعني خطوه ان شئنا نقول بانها مكمله للخطوه الثانيه، لكن تعتمد على اساس ادخال او يعني تعتمد على ادخال قرص يعني الويندوز في حاسوبك والضغط على جو ات على اساس انه يبحث لك عن جميع الاخطاء على حاسوبك. سيت اب 4 وهي سوف نتطرق الى يعني هذه الحاله فقط احباب في الله، لانه يعني الخيار الثاني يقتضي منك تحميل ملف على اساس القيام بهذه العمليه. لذا يعني السيت اب 4 اذا كنت تريد يعني انشاء نقطه استعاده النظام على حاسوبك بطريقه عندما يعني يحصل لك مشكل على الحاسوب وتضطر يعني الى فرمته جهازك، لن تحتاج الى ذلك، فقد تقوم بالضغط على الريستورت يعني الحاسوب وسوف يتم ارجاعه الى الحاله التي كان عليه يعني في الوقت الذي قمت بانشاء نقطه استعاده النظام. لانشاء هذه نقطه استعاده النظام تضغط على كرييت فقط، تنتظر بضع الثواني كما سوف تشاهدون احباب في الله لحين ما يتم انشاؤها مباشره. وعندما يعني سوف تقوم كما سوف تشاهدون، نحن الحين يعني في 19/7/2013 على الساعة 4:28 يعني مساء، فيعني نحن الحين قمنا بإنشاء نقطة استعادة النظام في هذا الوقت يعني. وعندما يحصل لك مثلا في المستقبل مشكل على حاسوبك وتريد إرجاعه إلى الحالة الجيدة التي كان عليها في هذا الوقت، فقد تقوم بفتح البرنامج ثم تضغط على الريستور، ثم سوف يرجع حاسوبك إلى حالته الجيدة التي كان عليها قبل أن تواجه تلك المشاكل. المرحلة الأخيرة وهي مهمة جدا أحبابي في الله، قد تكون يعني محور هذا الدرس، وهي أنه البرنامج يبحث لك عن جميع الأخطاء الموجودة على حاسوبك والتي قد يعني تضطر بك إلى عمل فورمات لحاسوبك ويقوم بإصلاحها مباشرة. لذا تضغط على الخيار الرابع أو الأخير يعني ما قبل الأخير، هنا السيتنج لضبط بعض الإعدادات، ثم تضغط على ستارت مباشرة وسوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل. طبعا هذه الأخطاء التي
الخاصة بجميع الملفات التي يبحث لك عنها يعني البرنامج. لذا تضغط على Select All هنا مباشرة، ثم من المستحب وضع العلامة على هذا الاختيار وهذا الاختيار، على اساس انه عندما سوف يقوم البرنامج ب يعني اصلاح جميع الاخطاء على البحث عن الاخطاء واصلاحه على حاسوبك، فسوف يقوم باعادة تشغيل للحاسوب. لهذا بعد ذلك يعني بدأ تحديد جميع الاقسام، ثم وضع الريستارت او الريستارت عفوا سيستم، وهنا تقوم بالضغط على ستارت، وسوف يبحث يعني سوف يبدا البرنامج في البحث عن جميع الاخطاء الموجوده على حاسوبك. بطبيعه الحال هذه المرحله قد تاخذ وقت طويل، ما عليك الا بالصبر، يعني بعد ذلك مباشره سوف تجد هنا يعني جميع الاخطاء التي بحث عليها يعني البرنامج. في حاله هناك خطا يعني سوف يتم يعني اصلاحه بعد ان اقوم بعمل يعني الحاسوب، يعني بعمل لإعادة تشغيل للحاسوب. لذا كل ما عليكم فعله احباب في الله الصبر لحين ما تكتمل هذه العمليه التي قد تاخذ يعني وقت نوعا ما. بعد ذلك سوف يطلب منك إعادة تشغيل للحاسوب، وبعد إعادة تشغيل للحاسوب سوف تجد يعني حاسوبك في حاله جيده اذا كنت يعني تعاني من بعض المشاكل عليه من دون الحاجه الى إعادة او يعني من دون الحاجه الى فرمتة الحاسوب. ما عليك الا بالانتظار ثم تقوم بإعادة تشغيل للحاسوب، ويعني سوف تتغلب على بعض المشاكل على جهازك. اتمنى ان الدرس قد افادكم احباب في الله. رابط التحميل البرنامج سوف تجدنا كما هي العاده اسفل الفيديو. لا تنسوا في الاخير دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو الفيديو.5.com، والانضمام الى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1984. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.